السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو الموند، جيسبر كو فوزالي تخي بيان. إذا اليوم لدينا مراجعة لتلاميذ السنة الرابعة المقبلين على السنة الخامسة ابتدائي. إذا فلنبدأ على بركة الله. إذا هذه المراجعة تشمل كل الدروس التي رأيناها في السنة الرابعة ابتدائي. حاولت أن ألخص لكم قدر المستطاع البرنامج في عدة تمارين أو نشاطات مفيدة جدا لكي تتحضروا جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد. أول تمرين: Je complète par et somme être. Donc هذا التمرين يخص le verbe être. Le verbe être au présent de l'indicatif. قلنا بأن le verbe être يستخدم لوصف حالة شخص ما. Par exemple, أقول je suis heureuse, أنا سعيدة. أو للتعريف je suis enseignante, أنا أستاذة. على التلميذ أن يحفظ هذا الفعل جيدا نطقا وكتابة. داكور؟ مع كل الضمائر. الضمائر بالترتيب: je, tu, il و elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. بهذا الشكل: je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. فيما يخص تصريف le verbe être فهو يكون بهذه الطريقة: je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, il est, elle sont. D'accord? Donc هذا c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif avec tous les pronoms personnels. هنا المطلوب منا هو تكملة هذه الجمل. Tu en cinquième année. Donc le pronom personnel ici c'est tu. المطلوب هو تكملته بحد هذه الأفعال. Avec tu on dit très bien tu y es. Tu es en cinquième année. أنت في السنة الخامسة. Il intelligent. Donc on dit il est très bien. Il est intelligent. هو ذكي. ثم vous nombreux. On dit vous. Vous êtes nombreux. أنتم كثير العدد. الجملة الأخيرة الآن. Nous fatigués. Donc avec nous on dit très bien. Nous sommes. إذن قلنا le verbe être يجب أن يحفظ جيدا، bien sûr أن يفهم كذلك نطقا وكتابة. التمرين الموالي: je complète par un, une, des. Donc ce sont des articles indéfinis. Sarah est camarade. Est-ce qu'on dit Sarah est un, est une ou bien des? Sarah, c'est un nom d'une fille, ou اسم فتاة. نعلم جيدا بأن une يخص le féminin singulier. Donc on dit Sarah est une. Nassim, un nom d'un garçon, اسم ولد. Un يخص le masculin singulier, donc on va mettre Nassim est un camarade. Camarade هو زميل. الآن Sarah et Nassim sont. Sarah ou Nassim, huma, camarade, huna, dina, le S. Kedelika, le sujet, Sarah et Nassim est au pluriel. Mal moujidin bi anna D, yachosso, le pluriel. Donc on va mettre D. Bihad tariqa. Sarah et Nassim sont des camarades. Atmlin Felif, je complète par là le l'apostrophe les. Donc ce sont des articles définis. Nabil est cousin de Salim. Donc Nabil هو اسم ولد. نعلم جيدا بأن la يخص le féminin singulier, le masculin singulier, elle le singulier soit féminin ou masculin. Donc يخص المفرد سواء كان مذكر
أو مؤنث، المهم بأن الاسم الذي يأتي بعد الابوستروف يكون مبتدئا أو يبدأ ب une voyelle. ثم لي يخص لو بلوريال. نبيل سان غارسون، دونك نقول اي تري بيان لو. لو كوزان دو سليم، هو قريب سليم. نسيمة هو اسم بنت. اي كوزين دو نبيل اون دي الا. ياسين اي لدينا امي دو مجيد، دونك امي هنا بمعنى صديق. ا يبدا ب اون فايل، داكور. دونك اون فا ميتر ا لابوستروف. تري بيان، قلنا بان ا لابوستروف يستخدم عندما يكون الاسم يبتدئ ب اون فايل او اش، داكور. اخر جمله il sont، دونك هنا سي بلوريال، كوزان سي بلوريال، اون فا ميتر لي كوزان، داكور. Ils sont les cousins de Nabil. التمرين الرابع. Je classe les mots Nihed, l'école, l'Algérie, le livre. Donc, au sein de niveau, هذه الكلمات في هذا الجدول. لدينا le nom propre. رأينا le nom propre في السنة الرابعة، يعني اسم علم، بمعنى اسم إنسان أو اسم بلد، يعني اسم معين. لو نون كومان هو اسم باقي الأشياء، هو اسم يعني غير خاص، اسم بصفة عامة. نهاد هو اسم بنت، دونك سي ان نون بروبر. ليكول، ليكول سي ان نون تري بيان، سي ان نون كومان. قلنا بأن لو نون بروبر دائما يبدا ب اون ماجيسكول، داكور. الاسم الثالث لالجيري، لالجيري هنا لدينا الاسم يبدا ب اون ماجيسكول. لالجيري هو اسم بلد معين، دونك سي ان نون، سي ان نون بروبر لالجيري. اخر كلمه هي لو ليفر، le livre. Donc c'est un nom commun. Le nom commun دائما يسبق ب indéterminant ولا يبدا ب une majuscule. Le nom propre دائما يبدا ب une majuscule، يمكن ان يكون مسبوقا ب indéterminant، لكن المهم انه دائما يبدا ب une majuscule. D'accord؟ التمرين الموالي je mets en féminin، نضع في المؤنث. le cousin القريب، le voisin الجار، un ami صديق، un camarade زميل، un client زبون. اولا وقبل كل شيء لكي نحول الى المؤنث نبدا دائما ب le déterminant، داكور. نبدا ب le déterminant ثم ننتقل الى الاسم. le masculin singulier يخص المذكر المفرد، تحول الى لا في المؤنث، داكور. ثم ننتقل الى كوزان، نقول لو كوزان لا. تري بيان، نضيف لو او. لو كوزان لا كوزين، نفس الشيء هنا، لو يصبح لا. ثم فوازان يكتب كما هي، ثم نضيف لو او. ان امي ان يصبح اون. تري بيان، امي نضيف كذلك لو او في الاخير. ثم ان كاماراد ان يصبح اون كاماراد. هنا في المذكر لديه لو او، دونك عندما يتحول الى المؤنث فإنه يبقى كما هو، داكو. لا نضيف لو او في الأخير لأنه أصلا لديه لو او. ان كاماراد، اون كاماراد.
آخر كلمة un client. un قلنا يصبح une client. نفعل très bien. نضيف le e. un client, une cliente. التمرين الموالي je complète par a avec en a. donc يجب ان نعلم جيدا ان هذا هو le verbe avoir conjugué au présent. نفس الشيء هذا الفعل مهم جدا يجب على التلميذ ان يتعلمه ان يحفظه جيدا ويفهمه نطقا وكتابة لانه مهم جدا في تركيب الجمل في اللغة الفرنسية. يعني الفعل le verbe être et le verbe avoir sont très essentiels dans la langue française. قلنا بأنه يجب أن نحفظ les pronoms personnels بالترتيب. نقول j'ai ثم tu y a tu as نقول tu as il elle a nous nous avons vous avez il avec s elle avec s zon. D'accord. اذا يجب ان تحفظ بهذه الطريقه لكن قبل كل شيء يجب ان يفهم معناها. Le verbe avoir est يستخدم للتعبير عن الملكية. J'ai يعني لدي. Tu as لديك أو عندك أو تملك. D'accord. نعود الآن إلى التمرين. المطلوب هو تكملة هذه الجمل بهذه الأفعال. Donc قلنا avec vous نستخدم vous avez. Très bien. Vous vous avez vous avez une belle maison. لديكم منزل جميل. Tu, un vélo. Avec tu, nous utilisons A. Très bien. AS. Tu as un vélo. Il, une voiture. Donc avec il, nous utilisons A. Il a. لديه سيارة. Elle avec S, l'N. Nous disons elles ont. D'accord. Elles ont. Elles ont un restaurant. On a لديهن مطعم. آخر تمرين بالنسبة لهذا الجزء من المراجعة. Je complète la phrase par les déterminants possessifs. أكمل الجمل بظروف أدوات الملكية. لدينا ما، تا، سا، مون، تون، سون. La maison de la mia. La maison هو اسم مؤنث مفرد. Donc نتحدث هنا عن لاميا. ماذا نقول؟ سي سا ميزون. تري بيان. سي سا ميزون يعني منزلها. سا نتحدث هنا عن لاميا بأن هذا المنزل هو ملكها. لو فيلو دو نسيم. لو فيلو هو سانو ماسكولين سانغولي. دونك نقول سي تري بيان سون فيلو. سا يخص الاسم المؤنث المفرد، سو المذكر المفرد. جابيت دون سيت ميزون. هنا ما يتحدث هو انا، انا اسكن في هذا المنزل. دونك ماذا اقول؟ سي تري بيان سي ما ميزون. انا اتحدث هنا اقول هو منزلي. ما ميزون قلنا استنو فيمينا سينغولي. دونك نقول ما لا نقول مو. في هذه الحاله جي ان ستيلو. ستيلو استنو masculin singulier. Akulu, c'est mon stylo. Très bien. Mon. Limeda, l'enne heda. Elle est mouzakar moufrad. Ok, délika, hua. Ena, hiel moutahadis huna. C'est mon stylo. Heda, kalami. Tu as un téléphone. Tu as, huna nous khatibo. Tu, yani enta ou enti. Tu as un téléphone. Le deika, hatif. دونك سي نحاول معي سي نخاطبه فنقول تري بيان سي طون تيليفون. طون لماذا؟ اولا هنا نخاطب
شخص ما أمامنا. ثانيا لأن التليفون هو اسم مذكر مفرد d'un nom masculin singulier. Donc on va dire ton téléphone. Par contre, هنا tu as une sœur. Une sœur c'est un nom féminin singulier. لديك أخت. نقول سي ta sœur. أختك. D'accord? سي ta sœur. لن أعيد بسرعة. ما ta sa يخص الاسم المؤنث المفرد. Mon, ton, son يخص المذكر المفرد. ما ملكي تا ملكك سا ملكه أو ملكها. مو ملكي تون ملكك سون ملكه، لكن هنا نقصد الاسم المذكر المفرد عكس هذه الحالة التي نقصد فيها المؤنث المفرد. أتمنى أن تكون الفكرة واضحة لكم. إن هذا كان آخر تمرين بالنسبة للجزء الأول من مراجعة لتحضير للعام الدراسي الجديد بإذن الله بالنسبة للتلميذ السنة الخامسة ابتدائي. إن هذه المراجعة مهمة جدا لأنها دروس تصادفونها في السنة الخامسة، وكذلك يجب علينا أن نتذكر على الأقل الأشياء المهمة منها، وذلك لكي نستعد لاستقبال معلومات جديدة ودروس جديدة. لن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو، قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر تكمية الجزء الثاني بحول الله. تبقوا في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.